السلام عليكم اهلا ومرحبا بكم طلاب الصف الرابع الابتدائي واولياء الامور ان شاء الله نحل نموذج لشكل امتحان نص السنه طبقا للتعديلات الجديده اللي نزلتها الوزاره عايزك تركز في كل سؤال وتتفرج على الفيديو كامل ما تفوتش حاجه وهتلاقي الملف تقدر تحمله من اول تعليق ولو اول مره تشوفنا انزل اشترك في القناه وفعل زر الاشعارات عشان يوصلك كل جديد يلا بينا اول سؤال عندنا هو سؤال الليسن سؤال الاستماع ما عادش زي الاول بتحط ترو او فولس يكون سؤال الاستماع عبارة عن اختيارات تعال نستمع للنص وبعد كده نبدأ نحل farmers are good for our country farmers are good for our country they grow onions and the carrots they grow onions and the carrots they raise a chicken in Egypt they raise a chicken in Egypt there are healthy food in Egypt there are healthy food in Egypt يلا بينا نحل نقط are good For our country سمعناه في نص الاستماع farmers are good for our country الفلاحين بيكونوا جيدين للدوله بتاعنا farmers grow نقط and the carrots سمعناها farmers grow onions and the carrots الفلاحين بيزرعوا البصل والجزر farmers raise نقط in Egypt سمعناها the chickens farmers raise the chickens in Egypt الفلاحين بيربوا الدجاج في مصر There are not food in Egypt. سمعناها healthy food. There are healthy food in Egypt. يوجد الطعام الصحي في مصر. السؤال الثاني عندنا في الامتحان هيكون سؤال تشوز هو الاختيار ما بين المتعدد وهيكون عبارة عن أربع اختيارات فقط على الكلمات اللي أنت حافظها مش هيكون في أي اختيارات على الجرامر اللي عندك. Some birds have long نقط بعض الطيور بيكون لديها إيه طويل؟ legs أرجل Horns ، كرون faces ،أوجه ، Beaks ،منقار يبقى هنختار هنا بيكس بعض الطيور بيكون لديها منقار طويل It's very hot in the desert during the day بيكون إيه جدا في الصحراء أثناء النهار hot حر tall طويل high عالي cold بارد يبقى هنختار هنا hot الجو بيكون حر جدا في الصحراء أثناء النهار I go to the not to buy clothes and shoes. أنا بذهب لإيه عشان أشتري الملابس والأحذية. school, مدرسة, office, مكتب, hospital, مستشفى, shopping mall, مركز تسوق. يبقى أنا اختار هنا shopping mall, مركز التسوق. tomatoes are not before they are red. الطماطم بتكون إيه قبل ما يكون لونها أحمر. green, أخضر, yellow, أصفر, brown, بني. بامبي يبقى نختار هنا جرين الطماطم بتكون لونها اخضر قبل ما يكون لونها احمر بعد كده هيكون عندنا في الامتحان السؤال الثالث وهو سؤال اكمل زي ما تعودنا ان احنا نحله بنترجم الاول الكلمات اللي موجوده ما بين الاقواس بيجست اكبر نايل نهر النيل فاميلي عائله فاليدج قريه بيد سرير تعال نبدا نحل ماي فريند صلاح ليفز ان نقط صديقي صلاح بيكون عايش في ايه؟ في قرية يبقى نختار هنا village my friend صلاح lives in a village صديقي صلاح بيكون عايش في قرية it's next to the بيكون بجوار ايه؟ عايزين نقول بقى نهر النيل يبقى نختار هنا نايل it's next to the Nile بيكون بجوار نهر النيل he lives with his عايزين نقول بقى هو بيعيش مع العائلة بتاعته يبقى نختار هنا family he lives with his family هو بيعيش مع العائله بتاعته he has a brother and a sister هو بيكون لديه اخ واخت he lives in a house هو بيكون عايش في منزل it's the not house in the village عايزين نقول بقى المنزل بتاعه بيكون اكبر منزل يبقى انا اختار هنا biggest it's the biggest house in the village المنزل بتاعه بيكون اكبر منزل في القريه صلاح is a good boy صلاح بيكون ولد جيد He helps his mom. هو بيساعد أمه. السؤال الرابع عندنا هو سؤال القطعة. Read the text and answer the questions. يلا بينا تعال نقرأ القطعة واحدة واحدة ونبدأ نجاوب عليها. All jobs are important. كل الوظائف بتكون مهمة. A builder makes the walls strong and safe. البنا بيجعل الحوائط قوية وأمنة. An electrician connects the electricity. الكهربائي بيوصل الكهرباء. So you can use lights, watch TV, or do your homework on a computer. لذلك أنت تقدر تستخدم الأضواء وتتفرج على التلفزيون وتعمل الواجب بتاعك على الكمبيوتر. A plumber connected the pipes and the faucets so you have water to a shower and brush your teeth. السباك بيوصل المواسير والحنفيات لذلك أنت بيكون عندك مية تقدر تستحمى بقى أو تغسل سنانك. A mail carrier delivers your letters and parcels. He walks all day. He gets tired. ساعي البريد بيوصلك الخطابات والطرود. هو بيمشي طول النهار. هو بيكون تعبان. يلا بينا على أول سؤال. The general idea of the passage is الفكرة الرئيسية في القطعة بتكون ايه؟ Jobs الوظائف، Plants النباتات، Animals الحيوانات، Books كتب. احنا كنا بنتكلم عن الوظائف يبقى نختار هنا jobs. The underlined pronoun he refers to a نقاط الضمير he اللي تحته خط ده يشير إلى إيه؟ هي هو بتعوض عن المفرد المذكر يبقى هنشوف في الجملة اللي قبلها مفرد مذكر ونختاره تعال نشوف الجملة اللي قبلها a mail carrier delivers your letters and parcels ساعي البريد بيوصل الخطابات والطروق بتاعتك، يبقى أنا كنت بتكلم هنا عن الميل كارير ساعي البريد وبعد كده قلت لك هي walks اول داي، هو بيمشي طول النهار، عندي هنا تحت في الاختيارات تيتشر، لا، بلمر، سباك، لا، باص درايفر، سائق أتوبيس، لا، ميل كارير، ساعي بريد، يبقى هنختار هنا ميل كارير، ساعي البريد، بعد كده السؤال التالت هو connects electricity to homes مين اللي بيوصل الكهرباء للمنزل اللي بيوصل الكهرباء للمنزل هو مين هو الكهربائي يبقى الاجابه بتاعتنا هتكون كده an electrician connects the electricity الكهربائي هو اللي بيوصل الكهرباء يبقى دي كده اجابه السؤال رقم ثلاثة. السؤال الرابع بيقول summarize the passage in one sentence هتلخص لي الباراجراف في جمله واحده خلي بالك كلمه summarize معناها لخص بيقول لك لخص لي القطعه كلها في جمله واحده بس واحنا هنا ممكن نلخص القطعه كلها في جمله واحده ونقول all jobs are important كل الوظائف تكون مهمه يبقى ده كده اجابه السؤال رقم أربعة all jobs are important كل الوظائف تكون مهمه يلا بينا على السؤال الخامس والسؤال ده جديد عندنا read and write the correct form of the word between practice السؤال ده بيكون عباره عن ايه بيكون عباره عن ان هو يديك كلمه بين الاقواس الكلمه دي بتكون غلط انت بتكتب الصح بتاعها هنا وخلي بالك السؤال كله بيكون عباره عن القواعد اللي عندك ما بيجيش على الكلمات بيجي على القواعد بس the giraffes are the not tall animals عايزين نقول ان الزرافات بتكون اطول حيوانات هنا عندي ذا يبقى انا عايز الصفة اخرها اي اس تي يبقى بدل ما هي تول tall هتخليها tallest The giraffes are the tallest animals. الزرافات بتكون أطول حيوانات. She likes to play football. نقط. She can't play it. هنا عندي and غلط. فأنشلها ونحط but. ليه حطيت but هنا؟ تعال نترجم الجملة. She likes to play football. هي بتحب تلعب كرة قدم. But ولكن she can't play it. ولكن هي مش بتعرف تلعبها. هنا في تناقض ما بين الجملتين ازاي هي بتحب كره القدم وازاي هي مش بتعرف تلعبها طالما بيكون في تناقض ما بين الجملتين فبنحط بط this not are the socket the electrician is fixing هنا عندي r غلط هنشيلها ونحط is لان this بيجي معاها is this is the socket the electrician is fixing هذا هو المقبس اللي بيصلحه الكهربائي يبقى تعود نفسك ان this بيجي معاها is this is مش this are ف -are هنا عندي غلط وحطيت ايه is let's not our breakfast عايز اقول بقى هنا هيا بنا نتناول وجبة الافطار بتاعنا فlets بيجي بعدها الفعل في المصدر يبقى انا عايز الفعل فين في المصدر بدل having هنخليها have let's have our breakfast هيا بنا نتناول وجبة الافطار بتاعنا السؤال السادس عندنا هو سؤال punctuation علامات الترقيم he lives in Cairo هننزل he lives in زي ما هي عند كايرو هنحط السي capital وهننزل الباقي وفي الآخر هنحط فول ستوب he lives in Cairo هو بيعيش في القاهرة يلا بينا عندنا السؤال السابع واخر آخر سؤال في الامتحان في الامتحان بتاع نص السنة هتلاقي باراجراف ما عادش في حاجة عندك اسمها ايميل مش هيجيلك في الامتحان والباراجراف عندك بقى مكون من 18 كلمة بدل ما كان عندك من 24 كلمة فعايز موضوع الباراجراف عندك عن Animals in Egypt الحيوانات في مصر تعال بينا نشوف الباراجراف ده بجمل بسيطة جدا تعال نبدأ نترجمه There are many animals in our country There are many animals in our country يوجد العديد من الحيوانات في الدولة بتاعنا Spiders are helpful Spiders are helpful. العناكب بتكون مفيدة. They eat insects. They eat insects. هما بياكلوا من الحشرات. Snacks are dangerous. الثعابين بتكون خطيرة. But they eat lizards. But they eat lizards. ولكن هما بياكلوا السحالي. And the insects والحشرات. Animals are important. Animals are important. الحيوانات بتكون مهمة. وكده يبقى انتهينا من فيديو النهارده لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك وتشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد وتشارك الفيديو مع اصدقائك عشان يعرفوا شكل الامتحان الجديد